افوز زي ما ابي على شاحنتي، لكن انت حظك معه. الحق يا ولد، ايوه بدا التحدي 1 2 3. لا اشوفك تهدي انت مو قد التحدي، يلا على بيت جو انت وحظك، هذا هو اسم الشو. المهم في الموضوع انك تخرج حي، اذا كان فيك حيل يلا على الشحنة، اختبار للتحمل والقوة طحنة، وانا سأضحك على كل مشترك، وقتك محدود يلا خليك حرك، ايش تنتظر؟ يلا جو يلا روح، انت وحظك مع هشام والتحدي.